أو بلد تانية، لكن يعني مش غلط، لكن كمان ما تشجعهاش بسهولة. يعني lead us not into temptation. Can you explain؟ ببساطة معناها ما تسيبش الشيطان يضحك علينا، ما تسيبش الشيطان يغلبنا ويخدعنا، فاحمينا من الخداع بتاع إبليس. هي دي معناها. برضو معلش نراعي الصوت شوية عشان ايه نستفيد بالوقت. طبعا نعمة كبيرة ان يكون زيادة عن 1000 واحد وبرضو عارفين يستفيدوا. اللي معهم اطفال برضو يفضل ايه وجنب الباب، واي صوت يحترم وجود الكبار اللي مش عارفين يسمعوا. اولادي 28 و29، هل ازقهم على الزواج ولا سيبهم؟ لا سيبهم في حالهم لو سمحت، هم اللي يختاروا، مش انت اللي تختار او انت اللي تختار. ليز بلاش تضغطوا زيادة، وجههم قولوا advices، لكن don't push. اي pushing بيدخل في مشاكل كبير. سيبوا اولادكم يقرروا نفسهم حياتهم، وإلا يفضلوا يلوموكوا طول العمر. ما يلغيش انك تقول رأيك ونتعبر عن يعني رضاك او عدم رضاك لو في موضوع، لكن من غير ما تتعب ضمير ولادك. في الاخر دي حياتهم. You said it's more blessed to serve than it's to listen. But Christ rebuked Martha when she got busy. انا بس حبيت انقذ الخدمة يعني. انما عموما listening to the word of God is very important, but sometimes you need to serve, you need to apply what you know. يعني ما ينفعش تفضل تسمع وعظات طول العمر. طب ما انت هتخدم امتى؟ لازم تعمل حاجة، لازم تشتغل. عموما كان الموقف مختلف مع مرثا وماريا. المسيح كان في بيتها وكان هو اللي بيتكلم، مش وقت انها تسيبه دلوقتي. وكانت مضطربة، مشكلتها مش الخدمة، قال لها أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كتير. فالاضطراب والانزعاج هو اللي ما كانش عاجب ربنا. ولكل شيء تحت السماء وقت. أنا خدمت العائلات في العراق وفي سوريا. ربنا يعوضك، ربنا يرشدك لخدمات تكمل بيها رسالتك. خدمة الغرباء عموما أو اللي لسه جايين جداد دي خدمة مهمة أوي، لأنه بيبقوا تعبانين. والكتاب بيقول لا تنسوا إضافة الغرباء، بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون. هل الفيسبوك رسالة أم تضيع وقت؟ تعتمد على موقفك، غالبا تضيع وقت. يعني الفيسبوك طبعا ممكن يستخدم كخدمة. عند بعض الناس بيعملوا فيسبوك أساسه تقديم المسيح والفكر الروحي، وأحيانا يبقوا أبولوجيتكس يعني مليان دفاعيات. لكن أغلب الناس للأسف بضيع وقتها على الفيسبوك، بتبقى كلها مناقشات وحوارات مش مفيدة. فهي زي كلام البطال، إن كان الكلام باللسان في منه بطال وفي مفيد، كذلك الشات ممكن يبقى كده برضه. فقراء معكم في كل حين، أما أنا فلست معكم. هو يقصد لست معكم فيزيكالي. يعني إيه؟ يعني أنا قاعد معكم يومين وهصعد للسماء. متقعدش تقول يا يهوذا أصل الفقراء محتاجين. لكن لما قال أنا معكم كل الأيام، دي معاها معناها اللاهوتي، أنا معاكم بلاهوتي، أنا مش هسيبكم. لكن من ناحية جسده يعني صعد في نهاية رحلته على الأرض ولم يعد معهم بنفس الصورة. أنا
أغلب الأسئلة متشابهة يا جماعة، فإيه في ناس بتعتقد المصريين كلهم إرهابيين. لا، نشكر ربنا مش كلهم. معلش، في معلومات مغلوطة أحيانا عند الناس بسبب الأخبار والميديا. وباي ذا واي، في رأيي أنه الإعلام هنا يعني مش بيقدم كل حاجة، بيقدم اللي هو عاوز يقدمه برضه. فأحيانا نفاجأ أن الناس فهمنا غلط خالص بسبب اللي بيتقال علينا، لكن في الآخر إحنا نصلح الصورة بحياتنا. ربنا يرحم الكل. خدمة العابرين، خدمة كل الفئات، خدمة غالية عند ربنا. كل الناس محتاجة خدمة. يعني كنت لسه في كندا بقول لهم في رأيي إنه لازم تبتدي خدمة جديدة في الكنائس، هي خدمة الشباب الرافض الكنيسة، واللي يقوموا بالخدمة دي الميدل ايج بيبل، اللي ما لهمش خدمة محددة واللي مرتبطين بالكنيسة، وياخدوا كورس صغير ويبقوا مركزين على الشباب اللي بعد، لأن الكاهن مش لاحق وخدام الشباب عددهم قليل قوي. فنشوف الناس اللي وقتها من الكهن شخصياتهم حلوة ناجحين في المجتمع، ويستلموا 3-4 أسماء ويجروا وراهم يعيشوا حياتهم، يعني لأنه الشباب اللي بعد ده محتاج جهد طويل وسعي كتير. فأتمنى كل الناس تبقى لها خدمة، محدش يقول ماليش خدمة. لا، there is need، يعني طالما في احتياج يبقى في خدمة. مع بقالي كتير قوي في أمريكا لكن لسه عاوز أرجع مصر. أهلا وسهلا. أنا شخصيا، بس ما حدش يعني يزعل مني، في رأيي مصر بتتصلح وبتتحسن بسرعة بنعمة ربنا. وبعد اللي سمعته عن أخباركم من شهرين، يعني بشجع الناس ترجع مصر. لكن طبيعي الموضوع بيرسونال، يعني ما نقدرش نقولها جنرال كده. ما انت لازم تشوف كمان رزقك فين، هتصرف على أولادك ازاي، وفي نفس الوقت خلاص نفسك وحياتك الأبدية أهم حاجة. لو انت هنا حاسس عيالك بيضيعوا منك، يبقى ارجع مصر بدري، بدل ما تيجي في مرحلة تقول راحوا مني. فبرضو لازم تفكر بسرعة. في نفس الوقت هترجع هتعيش ازاي، ما انت لازم تبقى مسؤول عن بيتك كمان. وهنا أب الاعتراف يشارك بالرأي، لكن ما تخافوش، لأن مصر بتتحسن بنعمة ربنا وبصلواتكم، وربنا عمل معجزة ولسه بيعمل معجزات. ودلوقتي بنصلي أشية الرئيس من قلبنا، الرئيس والوزراء والجند وكده، كنا زمان بنكروتها شوية. ماذا دلوقتي؟ ما احنا صلينا للرئيس فربنا استجاب بطريقته قبل كده، انما احنا علينا نصلي هو يشوف الصالح. تغيير معاد الاعياد، بص الموضوع ده بيناقش طبعا، لكن واضح انه الرأي الاقوى لا اخليها كده. أنا مش بقول رأيي، أنا بقول لكم اللي أنا سمعه من مناقشات كتيرة. أولاً، أغلب المهاجرين زيكم أجمعوا على رأي واحد، مش عاوزين إحنا نغير ومصر ما تغيرش. قالوا إحنا وراء الكنيسة في مصر، لكن إحنا مش هنبقى بنعيد في يوم الكنيسة في مصر في يوم. فده البيز لاين بتاع الكلام. والحقيقة الرأي ده كل الناس فرحانة بيه، إن الكنيسة تفضل واحدة وهي بنفكر مع بعض. ومن هنا الحكاية صعبت أكتر، لأنه طبعا تغيير المواعيد في مصر له يعني قصص أخرى وملابسات كتير قوي. وكل واحد الحقيقة تحترم وجهة نظره، يعني اللي بيقول هنا يعني 7 يناير ده ما بيتحسش، أو في الإيستر مش حاسينه، وليه ما نقولش للعالم إن إحنا كلنا بنتقارب كمسيحيين. وجهة نظر حلوة،
واللي بيقول لا، يعني احنا فوجئنا شباب امريكاني لما سالناه قال الكريسماس از نوت اني مور كريستيان فيست، الكريسماس جاست يعني فاكيشن يعني. فالموضوع خرج من بباش مسيحي، فاحنا ليه نروح 25 ويروح منه المعنى المسيحي؟ فكانت وجهه نظر انا جديده عليا لاني مش عايش هنا، ما كنتش واخد بالي قد كده. الشباب نفسه قالوا لا احنا مش عاوزين ستيل، كل واحد له وجهه نظره، واحنا كنيسه في رايي بنسمع لبعض ونحترم بعض ونفكر وما ناخدش قرار متسرع، ده قرار كبير قوي. بس خليكم كمان مش منزعجين من القضيه. ليه؟ حتى لو اتغير ميعاد عيد او اتغير عدد ايام صيام، ده ما ياثرش على العقيده. في ناس بتبقى الموضوع ده حساس بالنسبه لها جدا. الحقيقه احنا الطقس قابل للاخذ والعطاء، لكن العقيده ما فيهاش فصال. فاهمين الفكره؟ بدليل ان احنا مثلا في الصيامات بنقول يفضل الصيام في الصيام الكبير مثلا للمساء، انما اغلب الناس ما بتصومش لغايه الغروب ومع كده بيتناولوا. اذا في مرونه في تطبيق الطقس عموما، في مرونه، لانه ليس الانسان من اجل السبت بل ايه؟ السبت من اجل الانسان. انما في العقيده ما فيش مرونه، ما فيش فصال، لان ده مش حقنا. اللي اعلنه الانجيل، الحقيقه اللي اعلنها ربنا ما نناقشهاش. لكن في بعض الايه؟ النظم، الطقس يعني نظام، النظام قابل لإعادة النظر، ما فيهاش حاجة، بس يكون على مستوى المجمع، على مستوى الكنيسة ككل، مش آراء شخصية. لأن إحنا كنيسة بتتحرك بمجمع، مش بتتحرك بمزاج شخص مهما كان. برضو أكتر من سؤال، ليه ربنا ما أنقذ شهداء ليبيا؟ ما إحنا اتفقنا هم كسبانين، كان ممكن ينقذ. وباي ذا واي هو أنقذ آلاف، يعني كان ممكن. سنتين ثلاثة اللي فاتت إحنا كنا بالحسابات الأرضية يعني كنا متوقعين مئات الآلاف من الأقباط هيستشهدوا، فربنا أنقذ مئات آلاف، إنما سمح للبعض يستشهدوا. فإحنا ليه نبص لدي وننسى دي؟ احنا لو كانت الحكاية مشيت في المسار اللي كان يعني متظبط لها، يعني كان هيبقى عصر دقلديانوس. فربنا برضو له حكم عليا. A conflict between people and although you are in the process of forgiving them or already have stopped all interaction with them, is it the Christian way to stop interacting with them? Forgiveness is different from how to deal with the people. We need to forgive whoever hurt us. أي حد تعبنا نسامحه. لكن ده مش معناه لازم نفضل أصدقاء. مش معناه لازم نفضل نتعامل معه. مش لازم نتعامل نقريب نقرب منه زيادة. لأن ممكن أسامحه بس مش هقدر أفضل في نفس الوضع ده. وعشان كده هنا مع التسامح يجي الإرشاد أو تيجي الحكمة، هل أفضل بنفس درجة العلاقة ولا أبعد شوية؟ دي تحكمها حاجات كتير قوي. ومش راحتي، راحتي مش هي المشكلة، لا هي خلاص نفس اللي يحكم الموقف، خلاص نفس الآخر. التسامح مطلوب مننا كلنا لكل الناس، لكن بعد كده التعامل محكوم بأمور كتيرة أهمها الحكمة في التعامل ومحبة الكل. برضو في ناس بتستحل الكذب من أجل اللجوء الديني، مفيش مبرر للكذب. معلش الكذب خطية ومفيش مبرر للكذب. طبعا حتى اللي كذب عشان يمشي ورقه هو لازم يعترف ان دي خطيه وتحتاج الى توبه واعتراف، لانه مش هتبتدي حياتك بكذبه بتقول ربنا يبارك. طب انت ليه يعني انت مش في سكه غلط؟ وليه ما تثقش في ربنا وتمشي زي ما ربنا عاوزك تمشي؟ لكن ربنا مش هيستخدم الكذبه اداه من ادواته ابدا. طيب عشان وقتكم وسهرتوا وتعبتوا معايا
ناخد آخر كده إكسرسايز نراجع الست طرق. أبويا لو ممكن تحط لنا أعمال 5.